السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد. فيديو النهاردة فكرة جديدة عندي، جديدة بالنسبة لي، ولكن هي الفكرة دي مؤخرا بقت ترند ومكتسحة جدا اليوتيوب، ألا وهي فكرة التحويش. إزاي أحوش فلوس كتير في وقت قصير، إزاي أشتري اللي نفسي فيه، إزاي معرفش أحط الجنيه على الجنيه فأعمل إيه. في ناس بقى الفكرة وسعت منها. ثواني بس، خد نبقى قاعدين كده مستريحين. في ناس بقى الموضوع وسع منها قوي لدرجة إن هم وصلوا ل ازاي تشتري الشقة التمليك وانت معرفش بتحوشي كل يوم 5 جنيه. فالحقيقة ان انا كنت بقعد كده اتفرج على الحاجات دي واضحك، اللي هو يا جماعة الحاجات دي مش عملية خالص، ولو عملية هي عملية في ان انا اشتري قميص، اشتري بنطلون، اشتري ازازة غسول، ده اخر يعني، ده لما يبقى ربنا كرم قوي مش اكتر من كده. طيب، وفي نفس الوقت برضو كان دايما بيجيلي كومنت، بس ده كان بيبقى في الغالب على الانستجرام او على فيسبوك، احمد هو انت ازاي معرفش اشتريت ايه؟ يوم ما جينا عملنا هنا الاوضه دي مع بعض وكنت معاك خطوه بخطوه وصورناه حاجه، فكنت بتسال طب انا ازاي اعرف اشتري دي؟ طب ازاي اعرف احوش تمن دي؟ ولكن كنت برد في الستوريز، فالستوريز بتاعت الانستجرام وفيسبوك بتتمسح بعد 24 ساعه مؤخرا من كتر الغلاء. بقت دي حاجه الناس بتدور عليها اكتر من مره، تسال عليها طب ليه ما نعملش فيديو يوتيوب نتكلم فيه عن كل التفاصيل. اول قسم الناس اللي عايزه تشتغل او عايزه تعمل حاجه كده جانبيه تجيب لها فلوس تعرف بيها تشتري حاجه نفسها فيها. الجزء التاني بقى فكره التوفير، اللي هو مثلا ايه، ما اعرفش احط جنيه على جنيه بكام. اول فكره، الفكره دي يا جماعه انا بعملها من ايام ما كنت في ابتدائي، كنت في سنه 5 ابتدائي. كنت بعمل ايه؟ هقول لكم، كنت بحوش كل يوم مصروفي 2 جنيه. اقسم بالله الكلام ده اول مره اطلعه على يوتيوب، عشان بس الناس فاكره ان انا ايه بقى البنوك بقى والفلوس كده 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 كده. المهم كنت بحوش كل يوم مصروفي 2 جنيه او 3، ويوم الجمعه اروح سوق الجمعه مع عمي ومعايا من 20 ل 30 جنيه، خلاص اشتري توستر اللي هو بتاع التوست، ساندوتش ميكر، شفاط، قلايه. الحاجات دي كانت وقتها من 8 سنين تقريبا من 20 ل 30 جنيه سعرها. ارجع بيها البيت اغسلها وانضفها وامسحها احطها في الكهرباء شغاله. ما كانش عندي موبايل فيه كاميرا، كان موبايلي من غير كاميرا، اخد موبايل بنت عمتي اصور الحاجات دي واحطها على اوليكس اللي هي وقتها اسمه دوبيزل تقريبا، ما كانش في وقتها ماركت بليس، هو اوليكس بس، كان من غير اشتراك. احط الحاجه عليه، الحاجه اللي جايبها ب 30 اكتب عليها 80 تجيب لي 70 او 60، ابقى كسبت الدبل. اخد الدبل ده اخلي مثلا معايا 30 40 وال 50 اروح بيهم السوق الجوع اللي بعدها. فكان ده روتيني بقى، مره اروح واشتري، مره اروح وارجع زي ما رحت، على حسب بقى ما ربنا يسهل الحياه. فده اللي كنت بعمله، وكنت الفلوس بقى اللي بتجيلي دي اقدر بقى ان احطها مثلا في طقم صواني عاجبني، عشان من صغري بحب المطبخ، احطها مثلا في فازة عجباني، احطها مثلا في كفر موبايل عاجبني، يعني اشتري بقى الحاجه اللي انا عايزها اللي مصروفي وقتها 5 جنيه مش هيكفي ان انا اشتريها. وفعلا الفتره دي اشتريت فيها عجان اللي هو مضرب بيض، كان بطبق كده بيلف، كان ب 75 جنيه مش ناسي. اشتريت فيها كبه كويكر اللي كانت بالضغط، وكبه بونيكس اللي هي بالكده، كل ده من نفس الفكره، انه اروح السوق اجيب حاجه وابيعها. فدي فكره بسيطه جدا انا بتكلم عليها كنت بعمله. دي اول فكره. طيب والفكره الثانيه يا احمد، الفكره بقى الثانيه دي للناس اللي قاعده في البيت بقى، اللي هو لا ماليش بقى في ان انا انزل واشتري وبتاع. هقول لكم مؤخرا حتى بعمل ايه لسه. بصوا يا جماعه، وانا صغير ماما كنت انزل اشتري مثلا حاجات ب 10 جنيه يتبقى 2 جنيه، تقول لي احمد خد ال 2 جنيه، فاقول لها ما دول 2 جنيه هيكفوا ايه؟ تقوم قالي ايه بالنص كده، الكلام ده يا جماعه انا فاكره كانه امبارح، تقول لي يا احمد ال 2 جنيه دول خدهم على ال 3 جنيه بتوع امبارح على ال 2 جنيه بتوع الصبح هيبقوا 10 جنيه، وال 10 على 10 هتبقى 20، وده اكتر مبدا صح ممكن تمشوا عليه لو فعلا عايزين تحوشوا، انه الفلوس هتجيب فلوس تاني، ال 10 هيبقوا 20 وال 20 هيبقوا 50 وال 50 هتبقى 100 وهكذا. ما تستقلش فما تستقلش بفكره انه انا كل معايا 20 جنيه، لا ال 20 دي هتبقى 50 وال 50 هتبقى 100 وال 100 هيبقوا 200. وانا من الناس اللي ما بعرفش احوش غير لما يكون عندي هدف، انا عايز اشتري منبه ب 200 جنيه فانا في طريقي ان انا اوصل لل 200 جنيه، لكن ما اعرفش احوش كمجرد التحويش. في ناس غير بتعرف، انا بصراحه ما اعرفش اعمل كده. طيب ايه بقى الحاجات البسيطه اللي ممكن اعملها؟ هقول لكم، كان عندي برطمان كده فاضي وكنت خرمه من فوق خرم، او ممكن تبقى حصاله، وكنت كل يوم مثلا رحت مثلا النهارده الكليه مثلا واخدت مثلا فلوس اتبقى مثلا 12 جنيه، اروح ال 10 جنيه بتاعتي احطها في محفظتي وال 2 جنيه احطهم جوه البرطمان. ماما كانت عايزه حاجات من تحت، حاجات ب 47 جنيه اتبقى 3 جنيه، اخد ال 3 جنيه. انا قاعد فاضي هنطلب دليفري،
مثلا سوبر ماركت هياخد 10 جنيه دليفري، هو اخر الشارع، لا ما انا هنزل وهشتري الحاجه اللي هي ب 10 جنيه واحط ال 10 جنيه على الاثنين اللي كانوا قبلها، على الثلاثه اللي كانوا بعدها. طيب النهارده هشتري علبه مناديل، خلاص عامل حسابي انها ب 30 جنيه، والله دخلت على امازون او على نون لقيتها ب 25، بس كاني جبتها ب 30، احط ال 5 جنيه وهكذا. يعني الفكره انك انت تبقى دماغك شغاله انه الفرق ده يتشال، ما بقاش مستسهل كل حاجه ومستصغر كل فلوس دي. يا عم دول 2 جنيه، يا عم دول 10، ما هو الاثنين دول مع ال 10 مع ال 5 مع ال 3 مع ال 4 بقوا ابلغ. يشتروا حاجه، على فكره الكوسترات دي كانوا ب 10 جنيه الثلاثه، ال 10 جنيه لو كنت قلتها قلت لنفسي يا عم دي 10 جنيه اشتري كيس شيبسي، كان خلاص بقالهم عندي 4 سنين مش عايشين مش نافعين. فدي الفكره يا جماعه، فالجنيه على الجنيه بيجاب كده. كذلك كل حاجه في اوضتي دي انتوا كنتوا معايا فيها بجد بنفس الطريقه بالظبط، انه 100 على 100 على 100 على 100 وهكذا لحد ما خلص. طبعا انا بتكلم على الفئه اللي هي يعني اقل حاجه قوي، في ناس تانية ممكن بتحوش، ممكن عامله حساب مثلا نازله ب 1000 جنيه صرفت 700. انا بتكلم على اقل حاجه خالص هي الجنيهات والكوينز، وكل ما كانت الكوينز دي في مكان صعب توصل له، يعني في حصاله مقفوله في حاجه مش هعرف اوصل لها، كل ما كان احسن بكتير بكتير من انها تكون تحت ايدي جوه الدور كده فهسحب واخد، اصلي عايز فكه، اصلي عايز عشان خاطر بتاع الدليفري، اصلي ما اعرفش قصدي ايه فجاه. اخر حاجتين هقول لكم عليهم. اول حاجه، في حاجات عندنا كلنا في البيت ممكن يكون ملهاش لازمه، يعني ممكن مثلا النهارده الاقي مثلا عندي ساعة قديمة قوي كنت جايبها من 5 سنين وخلاص زهقت منها ومش هلبسها تاني، اخش على الفيسبوك وبسكرول الاقي حد عارضها ب 200 جنيه، طب ابيعها ب 200 جنيه واخد ال 200 جنيه دول احطهم على اللي انا شايلهم، او اخدهم اجيب بيهم تيشيرت ناقصني، او اخدهم اجيب بيهم استرابات لساعة جديدة عندي. اخر تريكة واخر نصيحة، الناس اللي بتحوش مبالغ على بعض، يعني مثلا بتشيل مثلا كل يوم 50 جنيه، كل اسبوع 200 جنيه، نصيحة لوجه الله، ال 100 او ال 50 او ال 200 دول ما تسيبهمش تحت ايدك في الدرج، انه لازم هيتصرف. قاعدين زهقانين يلا نطلب من طلبات، خارجين ما شاء الله احتياطي، مش هترجع تاني، مستحيل ترجع تاني. مجرد ما خلاص لقيت معاك ال 200 جنيه دول او ال 100 جنيه دي اتوفرت، روح حطها في الكارت بتاعك ايداع، هيبقى صعب الوصول ليها، فيبقى صعب ان نفكر فيها، فبالتالي هتعيش اطول، والله عمرها هيبقى اطول بكتير من انها تكون في الدرج. في الدرج هيتصرف عمرها كده كده، مفيش يعني لا محال، هتتصرف هتتصرف. انا حاولت ان اجي اعمل لكم افكار انا فعلا عملتها قبل كده وجربتها، مش مجرد حاجات نظري وخلاص، حاولت اكون واقعي، ما حاولتش اسرح بقى بيكم في السماء واقول لكم بقى هنشتري بقى الفيلا وهنشتري الشاليه وهنشتري العربيه، لا انا واقعي. الحاجات دي عمرها ما هتشتري الفيلا والعربيه والشاليه، الحاجات دي عايزه حد دخله كويس جدا يقدر يشيل كل شهر 5000 جنيه، يعني في اليوم 200 جنيه، ال 2 جنيه بتوع الخضره وال10 بتوع الفاكهه عمرهم ما يشتروا الحاجات دي، ممكن يبقوا بدايه، يبقوا طوبه، يبقوا حجر اساس، لكن يشتروها لا صعب قوي بصراحه. كلمت الحاجات اللي انا فعلا جربتها، يا رب تكون فدتكم في فيديو النهارده ولو بفكره او اتنين بطريقه عمليه، ولو الفيديو ده عجبكم حبيتوه ان شاء الله اعمل لكم بارت 2 بافكار ثانيه عملتها برده قبل كده، بس انا حبيت الفيديو يكون مختصر بقدر الامكان وما اقعدش ارغي فيه كتير. حطوا لايك واشتركوا عندي في القناه وفعلوا الجرس، تابعوني على الفيسبوك وعلى الانستجرام، تصبحوا على الف خير.